الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لازلنا الحقيقة نعيش يعني روحانية الحدث، الحدث العظيم اللي هو عاشوراء، وما حصل من كرامة يعني لموسى وقومه، هذه الكرامة العظيمة التي أنجى الله في موسى وقومه وأهلك فرعون وقومه. ترى الإنجاء بحد ذاته هذه كرامة، قضية أنه يهلك العدو هذه أيضا كرامة أخرى. يعني ممكن أنه موسى وقومه يفلتوا من الجهة الثانية وفرعون ناظرونهم، هذه يعتبر كرامة عظيمة بعد، لكن قضية أن الله يهلك عدوك قدامك هذه الحقيقة هنا شيء كبير جدا. لذلك امتن الله على موسى وقومه بهذا الإنجاء، نجيناكم من آل فرعون، دائما تجدها تتكرر هذه النعمة. يوم عاشوراء عشناه بالأمس والحمد لله صمنا، من وفق إلى صيام هذا اليوم فقد وفق إلى خير عظيم، يعني سنة نبوية، أجر تكفير سنة. العجيب في هذا الموقف، وهو الحقيقة لا ينقضي منه العجب، وهذا يدل على أن الأنبياء يعالجون يعني قضايا قومهم ولا زالوا دائما في أخذ ورد ويصبرون. وموسى هو أكثر نبي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يشيد به في قضية الصبر، رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر، يعني كان يعني يذكر موسى. ومن المواقف هذا الموقف، تخيل قوم ينجيهم الله جل وعلا من هذه من عدوهم الذي يريد أن يقتلهم ويبيدهم إبادة كاملة بمعجزة عظيمة، البحر ينفلق ثم يكون يابسا ثم يمضون بسهولة ويسر وينتقلون إلى الضفة الأخرى ويهلك الله عدوهم، ويحصل هذا المخالفة قريبة. الله اللي أكرمك ومن عليك ثم تقع في مثل هذه المخالفة العظيمة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم، وش المخالفة؟ مخالفة الشرك، يعني أعظم ما يعصى الله به في هذه الحياة الدنيا أن يشرك به. توكم طالعين من البحر الآن، الله انجاكم، ثم تقولون عندما رأوا قالوا على قوم يعكفون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم إله آلهة. شلون الله الذي خلقكم وسواكم ونصركم وأنقذكم وتعودون تشركون به؟ لكن شوف الأنبياء كيف يعالجون المشاكل. إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء مباشرة علاج الآن المشكلة اللي وقعت، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، قل أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ثم شوف شلون طريقة النبي موسى، قال وإذ أنجيناكم من آل فرعون، يذكرهم احنا الله أنجاكم، يسومونكم سوء العذاب، وبدأ يذكر المنن الإلهية. وهذا أسلوب من الأساليب اللي ينبغي أن نتبعه ونذكر به حتى في مجالنا التربوي. تبغى تؤثر على غيرك ذكره بعض المنن، يعني ذكره بحق الوالدين، تبغى تعالج السلوك في قضية عقوق لا تكتفي بقضية اللي هو الترهيب من العقوق، بقدر ما أنك اذكر لهم طيب اللي حملتك 9 أشهر في بطنها ثم أصبح حضنها لك، يعني كل شيء حنية وثديها سقاء، وكما كل هذه ترى من الأساليب الذي ينبغي الحقيقة أن نستخدمها في كثير من الأمور التي نريد أن نوصلها. شوفوا شلون اللي هو الأسلوب القرآني كيف يربي الأنبياء أتباعهم، اجعل هذا طريق. لذلك عندما وقعت المخالفة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، في زمن قال النبي عليه إنها السنن، يعني شلون تقولون نفس اللي قالوها قوم موسى؟ فكانت العلاج المماثل، وكان أيضا النجاح في قضية الإنقاذ الطرف الآخر من هذه الشبهة الذي وقع فيها. وإن كانت بعض الأخطاء قد يكون نيتها قد يكون خير، إله أنا أبغى إله أعبده، شلون يعني أقصد أصلها، لكنها خطأ. ينبغي أن يكون لك معبود واحد، إله في السماء، إذا نابك شيء احتجت شيء ارفع إلى سبحانه وتعالى الواحد الأحد، ارفع له حاجته
فسوف يقضيك ويقضي حاجتك ويسرك، ويوم القيامة تنال الأجر العظيم بدخول جنته. وصلى الله عليه وسلم. الله يبيض وجهك ويرفع قدرك، وجزاك الله خير على هالتلاوة وكذلك التدبر والوقفات الإيمانية، جزاك الله خير. كذلك أبو عمر نسمع منه بيض الله وجهه. الله يجزاك خير أبو عمر على هذا الطرح الجميل، ما شاء الله تبارك الرحمن، وفقت فيه، الله يسعدك. ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. هارون عليه السلام نبي وله مكانته وله فضله، ومع ذلك يوصيه موسى عليه السلام، يوصي بالإصلاح وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. احنا في هذه الحياة يعني مأمورين أن نسمع، مهما يعني زاد علمك ومهما زادت معرفتك لا تأنف من أنه يجي واحد حتى لو هو أقل منك أنك تستمع منه، ما فيها شيء. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والله أحيانا أنك تسمع من واحد ربما أنك تشعر أنه أقل منك علم ولا، ومع ذلك تجد يطلع منه إذا أنت استمعت وأنت صادق في سماعك بدون استكبار، إذا استستمع وأنت تبغى الفائدة تشعر أحيانا كلمة تخرج من هذا الرجل أو من هذا الطفل تغير مسيرة حياتك. أنا استفدت من ولدي، واحد عمره يوم كان صغير استفدت منه، يعني نمر على ناس وأسلم عليهم كذا أرفع إيدي بس، قال أبوي لازم تسلم، ذيك الحين كان صغير ما شاء الله، يقول مدرس يقول ما يصلح، ما يكفي أنك ترفع إيدك بس كذا، إذا مريت عليهم وترفع إيدك تقول السلام عليكم، ممتاز. يعني حتى لو ما يسمعونك صح. ترفع إيدك تقول السلام عليكم. والله صار الدرس لي في حياتي، إذا مريت على أحد سلم، وأنت ترفع إيدك هم يمكن ما يسمعون كلامك، لكن إذا رفعت إيدك تسلم عليهم. الشاهد من الكلام والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يوصي بعضنا بعض بالحق، يوصي بعضنا بعض بالإيمان، بالخير، بالطاعة، بالصلاح، بالهداية، بالخيرات عموما، ولا يأنف الواحد أنه يستمع. أنا أذكر الشيخ عبد العزيز باز أحيانا في درسه يجي واحد بعد صلاة العشاء ويلقي كلمة، تجد الشيخ جالس ومستمع، ما حتما هذا أقل من علم صح، ومع ذلك يستمع الشيخ وإلين ينتهي، وجزاك الله خير وكلمة طيبة. لذلك يعني لا يأنف أحد من سماع الكلام الطيب، سواء في الإذاعة، في التلفزيون، في المجالس اللي مثل هذه، أي واحد يلقي عليك كلام استمع له، إذا كان حق فاستفد من الحق اللي عنده، وإذا كان عنده غير ذلك وجهه وبين له. الله يوفقنا وإياكم لكل خير. الله يطول عمرك ويبارك فيك. كذلك أخونا وحبيبنا يوسف بن سعد الجريد أبو عبد الله، نسمع من كذلك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله. أجاد الإخوة أفادوا، كتب الله أجرهم ورفع الله قدرهم والسامعين. إن كان من وقفة فهي في هذا الطلب العجيب الذي طلبه موسى من ربه، قال ربي أرني أنظر إليك. قال ابن كثير إن موسى، هذه المسألة الأولى، موسى لما كلمه ربه طمع في أن يرى ربه، يريد مرحلة أخرى، فكان الجواب الرباني بأن من رأى ربه مات في الدنيا، إن الجسد ابن آدم لا يستطيع أن يتحمل ويطيق، ولذلك كان ضرب المثال بأن تجلى الله للجبل، ولا شك أن الجبل أعظم قدرة من جسم الإنسان، وما ذلك جعله الله دكا. هذه المسألة الأولى في قصة قضية الطلب، هذا الطلب. أما المسألة الأخرى وهي مسألة هل الله عز وجل يرى في الدنيا، هذه الآية تدل على أن الله لا يرى في الدنيا، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت. وأيضا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك في قصة الإسراء والمعراج، قال نور أن أراه. وعائشة رضي الله عنها تقول من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية، يعني الكذب.
ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم عن هذه القضية وهي أن الله يرى في الدنيا، وقال إن القول بأن الله أن رجلا رأى ربه بعينيه في الدنيا قول باطن باتفاق المسلمين. ثم شبهه بتشبيه عجيب، أو ذكر آية فيها دلالة عجيبة، أرجو التأمل في هذه الآية. قال وإن من ادزعم أنه رأى ربه بعينيه فإن فعله أعظم من زعم أنه أنزل له كتاب من السماء. واضح الصورة؟ رجل قال الله أنزل عليه كتاب، ورجل قال أنا رأيت الله بعينيه، متبادل للذهن الأول أشد، لا بتبين يقول الشد الثاني. قال الله عز وجل عن بني إسرائيل يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. شوف كيف استنباط ابن تيمية رحمة الله عليه. ما شاء الله. المسألة الثالثة في هذا الموضوع هي هل الله عز وجل يرى مثلا في المنام أو يرى بالقلب؟ ذكر ابن عباس رحمة الله رضي الله عنه وأرضاه عنهما ورضي الله عنهما وأرضاهما أن الله يرى بالقلب. لما سئل كيف رأى محمد ربه قال رآه بقلبه. شيخ ابن باز رحمة الله عليه قال إن الله يرى في المنام رؤية كما يليق بجلاله سبحانه وبحمده. المسألة الأخيرة وهي المسألة المهمة في قضية اعتقاد أهل السنة والجماعة في رؤية الله يوم القيامة، يعتقد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم والدين وأحبابنا، أن الله يرى يوم القيامة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع السلف. أما الكتاب قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة، يعني حسنة، إلى ربها ناظرة. قال العلماء إن فعل نظرة إذا عدي بنفسه، ماذا ما معنى كلمة عدي بنفسه؟ يعني أتى الفعل مع المفعول به، مثل قوله انظرونا صار بمعنى الانتظار، انظرونا نقتبس من نوركم. قالوا وإذا عدي بفي يعني جاء معه حرف الجر في صار بمعنى التفكر والتأمل، انظروا في ملكوت السماوات والأرض. وإذا عدي بإلى صار معناه النظر بالعين المجردة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني ستراه بعينيه. والله عز وجل أيضا قال للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم فسر الزيادة، قال الزيادة هي رؤية الجبار جل جلاله. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، يعني لا تتزاحمون. الآن اللي في الرياض يرى القمر، واللي في الشرقية يرى القمر، واللي بدون مزاحمة. فالمؤمنون على الأرائك كل على أريكته يرى الله عز وجل، ثم يزداد بهذه الرؤية جمالا، نسأل الله يجعلنا وإياكم منهم. والأدلة في ذلك كثيرة، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويجعل عملنا صالحا ويغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، وصلى الله وسلم على نبينا. الله يبيض وجهك ويفتح عليك أبو عبد الله. أنا هنيك ما شاء الله. الله يبيض.